السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخيل عزة ونمتطي صهوة الخيل، ونعانق العزة ونجني ثمرها، والفارس الخيال ما يرقد الليل، نفسه على اسم المعاني أمرها، وأنا لبست العز وافي التفاصيل، نفسي على الشدة أقوى صبرها. مشاهدينا متابعي قناة البحرين الرياضية، يسعد مساكم، وبكل خميس صهيلنا دائما وياكم. أبعث لكم اليوم من أسرة البرنامج كل التحايا في حلقة جديدة من صهيل، كونوا على استعداد دائما لسماع صدى الجياد. بداية حب أرحب بضيوفنا الأعزاء في الاستديو، الفارس السابق سامي هاشم بوفراس، والمضمر المخضرم سامي سلوم. مسيكم الله بكل خير، حياكم الله بوفراس المضمر سامي سلوم، ضيف عزيز اليوم عندنا، حياك الله منور. مرحبا عبد الرحمن، الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك. يا هلا بيك عبد الرحمن، الله يسلمك. ان شاء الله نحيز برضاكم وبرضا مشاهدينا الكرام، وان شاء الله يعفون عنا عن اي خطا يبدا. عزيز يعني الله عزيز يسلمك، حياك الله، ما في. الله يسلمك. مشاهدينا للصهيل، شغف الحضور عندما تحلق الجيادة كالنسور، وقد تضرب الارض، فالنصر واجب وفرض، واذا رايت الفارس صاعد فأنت بمضمار راشد، عندما يكون للسرعة استعراض. سباق الخيل الكبير على كؤوس الملك المفدى، وقصة تحقيق الانتصارات الذهبية في التقرير التالي، تابع. أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لحضور مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك، وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر يوم الجمعة على مضمار النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وقد اشتمل السباق على النحو التالي: الشوط الأول أقيم على شركة تاترسيلز لجياد الدرجة الأولى للفرسان المتمرنين البحرينيين لمسافة 1000 متر مستقيم، واستطاع الحصان المرشح بيلد مون تأكيد جدارته بالترشيحات وانتزاع الفوز بجدارة، مسجلاً فوزه الأول هذا الموسم. وأقيم الشوط الثاني على بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لمسافة 1400 متر، حيث جاءت النتائج متماشية للتوقعات بتحقيق الجياد المرشحة المراكز الثلاثة، حيث تمكن المرشح الحمداني 1697 الفوز بجدارة. وفي الشوط الثالث على كأس الملك المفدى لجياد الدرجة الأولى من خيل البحرين العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وشهد تعملق الحصان الجلابي 1544، وانتزع كأس جلالة الملك للمرة الأولى بعد صراع مثير مع منافسيه المرشحين الآخرين. وتألق الحصان ثور كاهلستار في تكرار الفوز للموسم الثاني على التوالي بكأس الميثاق، والذي أقيم في الشوط الرابع للفئة الثانية للجياد الدرجة الثانية مستوردة لمسافة 1600 متر. وحافظ الحصان بطل الإنتاج المحلي مليار على لقبه في الفوز بكأس جلالة الملك المفدى لجياد الإنتاج المحلي، والذي أقيم لمسافة 2400 متر، وذلك للموسم الثاني على التوالي. وجاء فوز البطل شوغن بالشوط السادس والأخير الذي أقيم على كأس الملك المفدى للجياد المستوردة لمسافة 2400 متر بكل جدارة وتفوق عبر طريقته المعتادة في الانتصارات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، حياكم الله مره ثانيه معنا اليوم في حلقه مميزه بحضوركم بلا شك. انتهى سباق السباقات وبطوله البطولات اللي حقيقه يمكن تعد رقم واحد في مملكه البحرين بالنسبه لسباقات السرعه للخيل بمضمار نادي راشد.
انتهى السباق، يعني كانت في عدة وقفات، يعني أمانة كان بتشريف وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، اللي حقيقة أثنى بدوره على يعني أهمية كؤوس جلالة الملك المفدى للخيل اللي تدعم رياضة الفروسية والتواصل مع مضمونها النبيل، كما هو أيضا يعني أثنى كذلك بدور الشباب للمحافظة على هذا الأرث النبيل من خلال نشر ثقافة رياضة الخيل والفروسية. عدة وقفات كانت جدا مهمة من خلال هذا السباق، تألق عبد الرحيم جاسم الفارس المتمرن اسطبل العاديات اللي حقيقة ينطلق بكل قوة وبخطوات ثابتة جدا نحو حصد عدة كؤوس وعدة ألقاب من خلال هذا الموسم. يعني أمانة البصمات واضحة لهذا الاسطبل، اسطبل العاديات. يوسف طاهر يعلن نفسه بطلا للجيادة العربية بحقيقة يعني تألق لافت في الفترات الأخيرة من خلال جيادة اللي يشرف على تدريبها. كيف شفت السباق بفراس؟ أبدأ معك. والله الحمد لله كان السباق طبعا كان كؤوس سيدي صاح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سعدنا بذا السباق، استانسنا في السباق، شرفنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، شرفنا، سعيدين بزيارته، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة شرفونا، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد تشريفهم شرف لنا، واستانسنا بشوفتهم في المضمار، والحمد لله كان سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ ناصر بن حمد عفوا جلالة الملك الأعمال الخيرية، ايوه اسعدنا بحضورهم. أكيد بصراحه أكيد. والحمد لله كان السباق كان سباق جميل متناسق. شكرا الى مثلا إدارة النادي، شكرا الى تلفزيون البحرين، شكرا للمنظمين، يعني الحمد لله كان السباق متواضع وجميل وكل شيء على ما يرام. اكيد اكيد بلا شك، يعني من البطولات المهمة في مملكة البحرين، وكذلك ايضا الشكر موصول لاصحاب السمو وكذلك ايضا على تشريفهم ورعايتهم وحضورهم لهذه البطولة المهمة على أجندة جميع المدربين وجميع الملاك وجميع الفرسان، وكذلك ايضا الشكر موصول للمسؤولين واصحاب والجهات اللي حضرت حقيقة ودعمت هذا السباق بكل ما أوتيت من إمكانية، ويعني حقيقة شيء جدا جميل كان. صح. وكذلك أيضا يعني المشرفين على بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك بطولة العالم أيضا فعلا. يعني كانوا داعمين وسباقين داعمين في الحضور، ويعني أضافوا إضافة جدا مهمة لهذا السباق. سباق كؤوس الملك حفظ الله ورعاه. سامي سلوم المضمر المخضرم في المضامير في مضمار نادي راشد وفي رياضة الفروسية وسباق السرعة في مملكة البحرين، كيف شفت السباق؟ والله شفت السباق أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا السباق سباق جلالة الملك، يعني لكل المضمرين والموجودين في النادي في انتظار هذا اليوم. أكيد طبعا هذا اليوم في السنة مرة، والكل كان مستعد، والكل كان يعني مثل ما قلت فرحان مستانس بحضور يعني أصحاب السمو الشيوخ، وكان يوم يعني يوم كرنفال، يعني المسؤولين والموجودين والجمهور الكل كان يعني على فرحة، والكل كان يعني حتى يوم مميز. صحيح. تشوف حتى الجمهور، تشوف الجمهور أكيد غير أكيد. يعني الجمهور كرنفال في الفروسية أمانة، كرنفال كرنفال يعني نعم حقيقة نعم 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 أمانة. أبو فراس المستويات يمكن يعني شهدنا تحقيق أغلب الجهات المرشحة في مراكز متقدمة، أعتقد يعني دائما مثل ما تقول يعني إحنا تعودنا دائما الترشيحات ما تكون هي فعلا اللي تنال المراكز المتقدمة. توقعنا يمكن حدوث في الأشواط الأخيرة لبعض الانقلابات، لكن القبضة الحديدية لملاك الاسطبلات كانت واضحة. الجهود اللي من خلال حقيقة من انطلاقة الموسم ظهرت بشكل واضح في هذا اليوم، ظهرت الاستعدادات، ظهرت يعني فائدة المشاركات في خلال السباقات الماضية
والفائدة منها ظهرت حقيقة في هذا اليوم. كان فعلا امتحان مهم جدا، ونفس ما ذكرنا مرارا وتكرارا صح. ان من يحقق المركز الأول يسجل اسمه بالذهب في هذه الأشواط. وأيضا سامي سلوم على ما أعتقد، على ما يبدو لي أنه مسجل اسمه بالذهب بهذه الكؤوس، على ما يبدو لي بالجواد مغريبة ريمبو روك على ما أعتقد فزت بهذا الكاس على كأس في 2015 أيوة الحصان ريمبو روك لصاحب السمو الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة. جميل جدا. كان حصان يعني مثل ما قلت حصان مميز في ذاك اليوم كان، وسابق في هذا اليوم، ويعني طبعا أسعد المالك وأسعدني وأسعد الجمهور. يعني صارت له قاعدة مي طبيعية، يعني صار له جمهور جمهور مو طبيعي يعني. صحيح. بحيث الأداء اللي أداه بس مع الأسف يعني من بعد السباق تعرض لإصابة وغاب عن السباقات، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني ونقدر نرجع السباق. طبعا هو الحين تحت التمرين تحت التدريب، وشارك سباقين كتجهيز من بعد 3 سنوات. حاولت قد ما أقدر يعني أن أشارك فيه في كأس الملك بس ما حالفني الحظ. جميل. والحين لا زال في جهوزية، أعتقد أني أنا راح أشارك فيه في الكأس البحرين الذهبي إن شاء الله. كل التوفيق لك المضمر سامي سلوم. أعتقد أبو فراس إحنا يمكن يعني هذه المشاعر يعني شفناها يوم الجمعة الماضية في سباق كؤوس الملك، شاهدنا هذه يمكن المشاعر واضحة بالنسبة للمضمرين والملاك والفرسان اللي يحققون انتصارات، فعلا يعني يكون شيء ليس بالقليل أمانة. فرحة يعني غير طبيعية. يعني عبد الرحيم جاسم لما سوينا معاه مقابلة، أجرينا معاه مقابلة في نفس اليوم، يعني كانت واضحة عليه أنه هو يعني فرحان أنه هو شرف مملكة البحرين بمشاركته وتحقيقه لانتصارين على التوالي. صح. وهو فارس طبعا متمرن، يعني أمانة هذا كان شيء جدا واضح. حلم وسعي كل من هو قريب لرياضة الفروسية أن يسجل اسمه من ذهب. ولا تنسى أن هذا الفضل يرجع إلى سمو الشيخ خالد بن علي. أكيد. اللي وقف ودعم هذا الفارس. أكيد. يعني دعم يعني أمانة أصحاب السمو ودعم للفرسان واضح جدا وملموس من خلال المستويات اللي يقدمونها حقيقة في من خلال الركضات الطيبة أمانة يعني. لو ندخل في غمار الأشواط أمانة يعني الشوط الأول حقيقة كان يعني جدا ملهم، يعني البداية كانت ملهمة من خلال هذا الشوط اللي يقيم على كأس شركة تتر سيلز الفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى للفرسان المتمرنين بلد مون بلاد مون. يعني استطاع أن يحقق أو يقص شريط الافتتاحية الانتصارات العائد ملكيته لسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وبقيادة المتألق الفارس البحريني المتمرن عبد الرحيم جاسم. ونبارك لسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى، يعني هذه مو غريبة عليه أمانة. طبعا يعني هذه الانطلاقة طبعا فراس، هذه الانطلاقة كما نلاحظ الجواد بلاد مون بالفارس عبد الرحيم حاليا عند السياج، ماشي من البداية بخط مسكة حلوة من الفارس، ونلاحظ الفرس شوديزي أيضا قاعد حاول مزاحمته يعني أي مزاحمته، والجواد كرايزي وجميع الجياد، ولكن نلاحظ بلاد مون حاليا متقدم بكل راحة، حاول يشغل الفارس عبد الرحيم جاسم، وما زال قدام هذه آخر 600 متر أو 500 متر حاليا، بنوصل لل 400 متر حاليا، وصلنا لل 400 متر ولاحظنا عبد الرحيم جاسم فوق الجواد بلاد يعني مون. اعتقد كانت البدايه واضحه وكنا متوقعين واضحة. من الجواد انه هو يفوز. صحيح. بفرق تقريبا طول ونص او طولين. صحيح. يمكن مسافه الألف متر بفراس اذا توافقني اعتقد هي اختصاص بلاد مون، يعني من الجياد اللي مختصه في هذه المسافه وقادر على انه يخلص هذه المسافه الحذره امانه بشكل
وبفنش جدا ممتاز. احسنت يعني، بس وياه بعد وياه خيل زينه مثل شوديزي كنا متوقعين منها، فعلا احرزت على المركز الرابع، وايضا لنقفات احرز على المركز الثاني، وركضه جميله حلوه بصراحه ما توقعناها الى الجواد بزراتو. بزراتو صاحب العمر الكبير، صاحب العمر الكبير كما ذكرت شيخ الجياد في هذا الشوط. وهذا بزراتو يعني عنده تقريبا 11 فوز او اكثر. صح. او 13 فوز وجميعهم في المضمار البحريني. هذا الجواد بزراتو جميل جدا، كان يعني من قبل موسمين او ثلاثه هذا الجواد، يعني اتوقع ركضه طيبه بعد هذا الفتره الغياب. فعلا ركضه يعني يثبت انه بطل فعلا، قد نشاهد انتصارات هاي قادمه لهذا الجواد بزراتو. بالنسبه للشوط الثاني المضمر سامي سلوم يعني كان على بطولة العالم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتمرنين الأبرنتسية، أيضا الفارس البحريني عبد الرحيم جاسم المتمرن أعلن نفسه بطلا على الحمداني وشرف سباقات مملكة البحرين بهذا الفوز. طبعا ما في شك أن مثل ما تفضلت أن عبد الرحيم اليوم يعتبر هو أفضل فارس متمرن في مضمار راشد الفروسية، وكان الحصان اللي عنده كان جدا جدا يعني حصان ممتاز، وأعتقد أن الجاسم أدى المطلوب، عبد الرحيم أدى المطلوب منه اللي كان المفروض يؤديه على الحصان، والحصان تجاوب اياه بكل اريحيه، واعتقد انه مثل ما قلت لك يعني عبد الرحيم جاسم اليوم جميل يعني جميل. اعتقد ابو فراس بالنسبه للحمداني يعني كان مرشح بالشوط الثاني انه هو يحقق المركز الاول، هو فعلا مرشح بدون مزاحمه. أيوة قد يعني يمكن مرشح كان الحمداني، والحمد لله ادى يعني في مكانه ترشيحه، وبالذات انه فارس زين، وهذا الشوط يعني مختلف فيه من جميع فرسان الأبرنتسية العالميين. صحيح. يعني موجودين. صحيح. في هذا الشوط، وايضا في فارسات بعد. صحيح. يعني في هذا الشوط اللي قاعدين نشاهده حاليا توجد فارسات من عده بلادين موجودة، يعني بلادين عالمية وليس من مختلف البلدان. صحيح. من مختلف البلدان وليس من الخليج ايضا، ونلاحظ عندنا احنا بحرينيين موجود صادق حميد واحمد مكي والفارس المتألق عبد الرحيم جاسم. نلاحظ عبد الرحيم جاسم اخر الامتار الاخيرة اهو، وكحيلان عافص. نلاحظ حاول كحيلان عافص بفرق طول، المنافسة ما بين كحيلان عافص. صحيح. يعني كان مرشح بعد الحمداني كحيلان. الحمداني فعلا، وبعيدين عن بقية الجياد. نلاحظ الجياد البقايا كانوا بعيدين يعني. وطبعا كان في فرسان أجانب برانتسية جايين، بس الشوط هذا الجياد مثل ما قلت يعني على حق الفرسان هناك قرعة. صحيح. قرعة على الجياد، فالقرعة يعني مثل ما تقول حالفت عبد الرحيم جاسم، هو في شك انه يعني منه يسمونه حالف الحظ وحصل الحصان المرشح، والحصان اللي كان يمرنه وفي يوم بشكل يوم الصبح ونفس المضمر. يعني سبحان الله هذه الصدف الجميله حقيقه، الصدف الجميله تحصل. نعم. على لف مضمر نادي راشد، لفته حلوه للمضمر سامي سلوم. يعني انا يمكن غابت عني هو، بس هو ما شاء الله عليه تعرف كخبره يا سلام امر بهذا الشيء. يا سلام يا سلام، حلو جميل جدا ابو فراس. الشوط الثالث اقيم على كاس الملك المفدى لجياد الدرجه الاولى من خيل البحرين العربيه الاصيله يوسف طاهر. يعني حقيقه يمكن خلاص اعتقد يعني حط نفسه في قالب ذهبي جدا من خلال بوابه هذا الشوط بالجلابي، الجلابي اللي قدر يعني يقصك حيلان عافص المرشح بقوه، بدأ بخطوات ثابتة وفعلا يعني كان الفينيشينج بالنسبة لي الجلابي جدا حاسم. فراس أتوقع يعني عندك تحليل بسيط عن هذا الشوط وطريقة الجلابي شلون كان يقدر يقصك حيلان، وسبحان الله يعني خطف الفوز من عنده خطف فعلا في هذا الشوط، وكان في يعني أمور فنية حصلت أعتقد يمكن الفارس يعني له دور في هذا الموضوع،
انت كنت متابعه أذرة. حلو، هذه لفته حلوه جميله منك بالنسبه الى هذا الشوط. يعني هذا الشوط بصراحه ما كان الجلابي مرشح، ولكن ركضه جميله الى الجلابي وتصرف جميل الى فارس الجلابي جيمي كوين. جيمي كوين نلاحظ كحيلان عافص رقم 1664 كان مرشح قوي بقوة، صحيح بقوة، وأيضا كحيلان عافص رقم 1675 مرشح قوي. هني نلاحظ عند الكسرة هني في خطأ صار بسيط، الخطأ طالع لاحظ حين كحيلان عافص وين بروح، بيطلع برا مرة واحدة، شوف أيوة. هذا خطأ صار أيوة. غير مساره شوي، بيرد يكرر الخطأ مرة ثانية، رد كرره، هذا ضيع الفوز ولكن هل الفارس وفراس لدور هدي في هالطريقة هاي؟ فعلا ليه دور، بس الفارس صراحة ذكي وركب الحصان ركبة حلوة، رد عادها ثلاث مرات، بس الفارس صراحة ذكي كان يضرب بالويب بالشابك يمين، هو الشابك يمين بعدين شاف حسل الحصان ما شاء الله على الفارس، يعني صدق هو خسر المركز الأول، ولكن الفارس ما خطأ، الفارس ركب ركضة يعني الغلط من الحصان، والحصان حيوان يعني صحيح. ما يدري وين يتجه صحيح. ولكن الفارس حاول يعدله، يعني لو مثلا يمكن فارس ثاني يطلع برا عن الريل، ما فقد السيطرة الفارس، ايوه ما فقد السيطرة جميل. بس حاول يركب الحصان ركبة عدلة، بدل الويب مرة ثانية مرتين، وحاول انه يحرز على المركز الاول، ولكن من يعني من سبق لبق الجلابي وخطف الفوز من عنده بصراحة. صحيح، وللأمانة يعني يوسف طاهر يعني ويوسف يعني أيضا بصماته واضحة حقيقة يعني. فعلا طبعا ما في شك أن الحصان جدا ممتاز، بس أعتقد في هذا الشوط خبرة جيمي كوين هي اللي رجحت، فرضت نفسها ورجحت فوز. فارس متألق أمانة، فارس محترف، فارس متألق وخبرة طويلة في السباقات. جميل، يعني كان ذكي صحيح. كانت الخيل استغل يمكن الموقف اللي حصل، ايوه شوف لو تشوفه شلون حافظ على الحصان الى اخر 400 متر. يعني جميل. بعض الخيل انجهدت من البدايه صحيح، احنا عندنا المسافه السيده عندنا خلينا نقول 600 متر. لو تلاحظ الشوط الفرسان قاعده تطلب من جهادها وتلح عليها ان تزيد من سرعتها، وكان صابر الى اخر 400 متر بدا يحرك حصانه الى ما وصله الى الطريق السليم والصحيح وفاز بالشوط. جميل جدا، اعتقد خبره، يعني الخبره لها دور طبعا. بصمات الفارس بعد بعد الصراحه الفارسين ايضا ما نقص من شانهم، بعد ركبوا يعني ركبه حلوين نفس ما ذكرت مسامح، الخطا مو من الفارس، الفارس حاول يعني قضاء وقدر، يمكن الخيل لم يعني طبعا اي استجابه، الخيل لان طلع ما استجاب مرتين. الخبره أيوة. طبعا لها دور، الخبره يعني بعد لها دور كمان. نبارك لهم طبعا، نبارك حقيقه هذا يعني لحمد الرميسي فاز بهذا الكاس والكاس، ويوسف طاهر واسطبل الجسره، وكذلك ايضا بالنسبه للشوط الثاني اسطبلات سافره، وكذلك ايضا اللي يسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. حقيقه يعني بصماتكم جدا واضحه، كل التهاني لكم على هذه امانه الانتصارات الطيبه. الشوط الرابع كاس الميثاق لجياد الدرجه الاولى، حامل اللقب يعني ظهر بكل قوه، ويمكن احنا رشحنا يعني امانه صح، يعني حتى لو تغير الفارس يمكن عبد الله فيصل كان يمكن شويه في شجن انه ابتعد عن معشوقه الاول تركي هيلستار في بطوله كؤوس الملك المفدى، لكن مشيئه الاقدار يعني ايضا يعني تركي هيلستار يعلن نفسه بطلا لكاس الميثاق، انطلق من البدايه الى النهايه وكاف المقدمه، وكان متوقع في ظل مزاحمة الجواد صابرة اللي حقيقة كانت يعني شهدت يعني قدمت ركضة طيبة. عفواً، الثورة هيكل ستار وليد باك روميو، أنا آسف ليد باك روميو هذا في الشوط الخامس، ودون ميراج ركضة جميلة إلى دون ميراج، يعني صحيح. كنا صراحة متوقعين صان زين أمبرو كان متوقع أنه يكون صحيح. منافس صحيح، زين أمبرو أيضاً اللي كان مرشح كان ثالث كان يكون منافس صحيح، بس تعرض لإصابة وطبعاً جميل. أندريا تزيني اللي كان على تركي هيلستار ويعني قاد بشكل واضح، هذه أيضا ركضة واضحة أمامنا. هذا نلاحظ
بوتنتيت قدام حاليا، هذا لان ورقه تكتيكيه حاولوا يمشون، ونلاحظ هني صارت الاصابه بسيط، صارت اصابه. انا بدي اتكلم عن هذه الاصابه ابو فراس، يعني حادثه زين امبرور يعني وتصرف الفارس، ورغم انه هو كان مرشح، فكيف يعني بحكم خبرتك نفس ما تفضل المضمر المخضرم سامي سلوم؟ بالنسبه الى الاصابه اللي صارت، الحمد لله الفارس حسين مكي تصرف سليم، يعني هذا الشيء انا صادني في سباق من سنين خارج البحرين، تصرف يعني انا طحت بالحصان وهو كان لا كان بطيح، يعني يقول لك ابو فراس ما يطيح الا الفارس. اي والله ما يطيح الا الفارس. صح كلامك. كان بيتعثر، ولكن ذكاء من الفارس حسين مكي الحمد لله قدر يسيطر على الحصان في لحظات بسيطة، هذه اللحظات تؤدي إلى خطورة، تؤدي إلى التعثر، ولكن الحمد لله الفارس كان في وسطة الخيل وتسيطر على الحصان بفن يعني وخبرة. هذه بطولة أمانة، يعني أي بطولة، بطولة والحمد لله بقيادة السليمة رغم الإصابة اللي تعرض، رغم الإصابة ما صار تصرف سليم وكل شيء أوكي الحمد لله، وتأثر طبعاً الحصان خلاص زين أمبرور. زين أمبرور حقيقة من الجياد اللي راح يفتقدها المضمار البحرين أمانة، طبعاً العوض من خيرة أبو عبد الله فوزي ناس، الله يعوضه خير إن شاء الله في مختلف جياد اللي فقدها يمكن هالموسم شوية مو محظوظ، هذا ثاني جواد طبعاً بعد جوفن، من خيرة الجياد في المسافة هذه كان طبعاً، بس الخيل يعني دائماً معرضة حق هذا الشيء، نفس لاعب كرة القدم أو لاعب كل رياضة، يعني الإصابة واردة وهذا شيء وارد، يعني صحيح يمكن ممكن أي حصان يتعرض للي تعرض له. صحيح يمكن الفارق المضمر سامي سلوم أن لاعب كرة القدم يمكن يرجع مرة ثانية، الخيل ما يرجع. والله في يعني بعض الخيل ترجع سلمك الله، وفي بعض الخيل لا، يعتمد على الإصابة شنو، في إصابات يعني إصابات تستحيل أنها ترجع. صحيح في إصابات حتى لاعب كرة القدم في إصابات ما يرجع، تبعده عن الخلاص، ولو يرجع ما كان ما بيكون اللي كان. طبعا هاي شيء معروف، يعني الإصابة واردة أكيد في أكيد في الرياضة موجود هذا الشيء. جميل جميل جدا، الله يعوضه خير أبو عبد الله فوزي ناس في جياده وفي البطولات القادمة. الشوط الخامس أبو فراس يعني على كأس الملك المفدى لجياد الإنتاج المحلي، بطل المضمار مليار يعني مرشح أول وحقق المركز الأول بكل خلينا نقول بكل أريحية، لأنه انطلق من البداية إلى النهاية وهو في المقدمة، وركضة طيبة لصابرة اللي حقيقة يعني أول مرة تركض في هذه المسافة فعلا. ونرجع ونقول جيمي كوين، جيمي كوين خبرة خبرة خبرة، يعني أن لا عمره أنا إحنا كنا في التسعينات كان في مدرب حق صاحب السمو الشيخ عيسى مخلوق الله رحمه الله، كان عنده مضمر اسمه باتروحان، كنا نقعد انا وياه وكنا نفكر نجيب هذا، كان في التسعينات كان يعني شيء هذا التاريخ الجميل مو عادي، اي كان يركب في بريطانيا شيء مو عادي، وكنا نفكر ان احنا نستعين بنجيبه حق البحرين، بس في ذاك الوقت كثر غلباته وكثر رفض يجي لانه كان مشغول بيزي ما يقدر لانه كان في بريطانيا مطلوب على طول ما شاء الله. فمن كذي انا اقول لك هذا عنده خبره مي شيء، يعني عنده خبره واسعه في السباقات. جميل جميل جدا جميل، جوكي جدا من جدا ذكي، جدا ذكي اللي امانه باي. يعني حقيقه يقدم مستويات طيبه، ذكي لاخر درجه. صحيح، وهو لاحظ ابو فراس ايضا هذا القياده يعني مليار يعني في الامتار الاخيره مسكه مسكه حلوه، ونلاحظ ايضا من صابره، وفي عندي ملاحظه بسيطه ما شاء الله على صابره وفارس صابرة وفارس نيوز بريكر، يعني نيوز بريكر الفارس العالمي فرانكي ديتوري وصابرة حسين مكي ركبها ركبة جدا جميلة. صحيح صابرة يعني فخر إلى الفارس حسين مكي، ومع منافسة قوية مع فرانكي ديتوري، واستطاع أنه يغلب فرانكي ديتوري، وأيضا جيمي كوين كما ذكر زميلي سامي سلوم عن ركوبه، ركوب جيمي كوين هني ترى ركبة كلش حلوة في البداية، انطلق طلقة جميلة، انطلق طلقة حلوة،
ترى مسكت الحصان نفس ما ذكر سامي سلوم صاحب الخبرة الكبيرة، مسكت الحصان لها دور كبير في الفينشينج، لها دور كبير، ترى مو كل واحد يقدر يمسك هذه المسكة، يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هذه صحيح. المسكة تدري شنو تحتاج؟ هذه المسكة تحتاج إلى لياقة قوية، تحتاج إلى قلب قوي، تحتاج إلى نفس قوي. أكيد. إلى الفارس. أكيد. ولكن كما ذكر سامي سلوم مسك الحصان مسكة جميلة، ركب الحصان بانطلاقة فعلا، هو كان من بداية هذا ماشي مع الخيل، يعني فرق بطول أو بنص طول جميع طول الطريق، ولكن استطاع يفوز جيمي كوين، ما منقول بكل أريحية، في مزاحمة حصل. في مزاحمة بس الفن، ومليار كما ذكرت بطل المضمار، بطل المضمار، والحمد لله مليار يعني عنده عدة انتصارات نشوف. أكيد. أحرز على جميع الانتصارات الكبيرة مليار. صحيح. ألف مبروك. صح التاريخ أمانة. ونبارك لسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، يعني حقيقة مليار من الجيادة القوية، ونبارك له هذه المستويات الطيبة وفوزه بكأس الملك المفدى في هذا الشوط، الشوط الخامس. الشوط السادس أخوي عبد الرحمن، بس نقطة فضل. واحدة أنا بأتطرق إليها، إحنا عندنا إنتاج محلي وعندنا سمو الشيخ عبد الله بن عيسى ما شاء الله عليه قاعد ينتج إنتاج بإمكانه ينافس الخيل الثيربريد المستوردة من برا، يعني اليوم الشيخ عبد الله بن عيسى انتاجه يعني بين في على مستوى البحرين شيء مو صحيح. طبيعي يعني صح يعني مليار هذا. انت مليار، انت تتكلم عن مليار، تتكلم عن انتاج المزدهر. مزدهر من المزدهر؟ عبد الله بن عيسى. المزدهر عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى يعني مالك ذكي، مالك يفهم، يعرف خبرته مي قليله في الخيل، يعني يعرف التركيبة شو يسوي شو ما يسوي، يركب هذا على هذا. فيعني لو بنلاحظ يعني السنين اللي فاتت كل يوم يطلع لنا حصان، كل يوم يطلع لنا، وهذه الخيل يعني قاعدة تأدي وقاعدة تسوي أرقام أو أوقات، يعني تفيق الأوقات اللي تسويها الخيل المستوردة. صحيح مستوردة. صحيح صحيح. يعني أعتقد أن هذه الجياد ترجع الفضل إلى سمو الشيخ. أكيد يعني أمانة استبلات المزدهر تقدم جياد طيبة طيبة جدا جدا، وهذا حقيقة يعني يلاحظ، يعني مو بس مليار، مو بس مليار، ده بالطالع مو بس مليار، عنده كذا مليار، حشري عبد الله بن عيسى عنده كذا مليار، وأنا أكد لك هذا الشيء. أكيد لك هذا الشيء. يعني إلى قدام يمكن 10 سنوات صعب في كأس الملك أنت تغلب عبد الله بن عيسى، يعني لازم يحصل له شوط يكون خاص لإسطبلات المزدهر. نبارك لهم هذا الإنتاج حقيقة، ونبارك لهم هذه المستويات الطيبة، وكل التوفيق لهم حقيقة في البطولات الأخرى، سمو الشيخ عبد الله وسمو الشيخ محمد بن عبد الله. الشوط السادس أبو فراس، يعني شوغن بفارسه الوحيد فرانكي ديتوري. نعم. يعلن نفسه بطلا للمضمار البحريني، ويمكن يطلق شعار هل من مبارز. صح فعلا، كنا متوقعين من مبارز، ولكن مبارز ما أدري مختفي شوي، ما توقعنا يعني بصراحة، خاب الظن بالمبارز. صحيح. الشوغن والمبارز هو برومونسي، ما أدري ليش غاب، يعني السر عنده هو، ما أدري. جاوبنا بعد شوي. أكيد. ما نشرد عنه، لازم نخليه. إيه؟ في يجاوب. شوغن يعني كنا متوقعين منه أنه يفوز بهذا الشوط بالذات بالفرانكي ديتوري، وشوغن يمكن ما تعب في هذا الشوط، لاحظنا في الأمتار الأخيرة مسك فرانكي ديتوري، مسك شوغينغ آخر 15 متر أو 20 متر مسكه، اتأكد من الفوز ومسكه. وبرشر بونت لفتة جميلة للجواد، برشر بونت أحرز على المركز الثاني، وكينغ بوليت أحرز على المركز الثالث، يعني وفيل دسول في المركز الرابع، يعني متوقعين من النتيجة كما يعني بدلت. نلاحظ شوغينغ حالياً يمكن وراء قاعد يتقدم شيئا فشيئا، وبرشر بونت الذي أحرز على المركز الثاني يعني عند سياج، وشوغن طلع يمكن بكل أريحية، يعني بفراس طلعت شوغن
يعني كنا نتوقع يعني اقل مريحه طلعت، لاحظ مريحه مسكت، شوف اخر الامتار صحيح. اكثر من 20 متر مسكه خلاص. طلعت الجياد الاخرى ابو فراس يعني كانت يعني خجوله شويه مع شوكت، توقعنا بعض الجياد يمكن تطلع خاصه يمكن يعني اسطبل فيكتوريوس، توقعنا يمكن يطلع حصان مع شوغن في نهايه في 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 اخر 500 متر نقدر نقول، لكن المحاولات كانت خجله. هل شوغن فرض نفسه يعني كاسم انه هو فعلا البطل فعلاً. شخصيه البطل نقدر نقول فعلا خلاص شوغن فرض نفسه طبعاً من ككلاس من اول افضل حصان موجود اليوم على الساحه فعلاً. على الساحه ككلاس ك يعني تصنيف على مستوى اوروبا المفروض هو يكون افضل حصان، المفروض يكون يعني ما في حصان منافس له، ومعنا معنا في ذاك اليوم كنت انا اتوقع انه نافسه كان المفروض حصان وفعلا كان المفروض ينافسه اللي حل المركز الثاني بعد خل شوغن في اخر سباقين، كان في احسن حالاته، كان في احسن يعني وضعه، انما اولا البوابه الانطلاق ما خدمته القرعه، كان اخر واحد فاضطرني يطلع من برع واعتقد ان الجوكي اللي راك منه ما كان مناسب الى برمنزي. جميل جميل جدا. الفارس ما كان مناسب، ما توفقنا في اختيار الفارس المناسب لبرمنزي. هذا اللي منتظره من برمنزي في السباقات الاخرى والاشواط ما الاخرى كان ما كان يعني ما كان ما كان برمنزي هذا اذا برمنسي يعني اليوم من أفضل الجياد الموجودة على المسافات الطويلة. جميل جدا. يعني المسافة يقارع الكبار. 2400 متر من أفضل الجياد. ممكن الوحيد اللي يقدر يقارعه بس شوغن. جميل. يمكن إذا قلت المسافة 2000 لا ما يؤدي. إنما لما طول المسافة. يسخن. 2004 نعم هذا الحصان جميل. يعني. انما التاخير السبب التاخير اعتقد الجوكي كان جدا سيء وما كان ما كان مناسب حق ما كان مفروض يركب هذا الحصان. ما الله كاتبها ما الله كاتب, ما الله كاتب والحمد لله رب العالمين. جميل جميل. يعوضك خير يا ابو جعفر. اذا شوغن ابو فراس والمضمر سامي سلوم يعني شوغن يعلن نفسه بطلا يعني للمضمار البحريني بقياده بطل. الفارس فرانكي ديتوري. نبارك لاسطبل العاديات سمو الشيخ عيسى ابو حمد. مو غريبه عليك شوغن دائما ما يكون كعبة عالي على مختلف الجياد المستوردة وهو بطل البحرين حاليا بلا منازع للجياد المستوردة بالضبط. عزيز وغالي وفراس. أعزائي المشاهدين نذهب معكم لنشاهد أبرز الاستعدادات والجاهزية للسباق 21 يوم الغد. تابع ينظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل يوم غد الجمعة السباق 21 لهذا الموسم والذي سيقام على كوس سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ خليفة بن حمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى الخليفة والكأس الفضي المقدم من نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وسيشهد السباق مشاركة 63 جوادا وسط توقعات بمنافسة قوية في ظل تقارب مستويات الجياد المشاركة سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية في أغلب الأشواط الستة والتي ستتنافس على الفوز بالكؤوس خصوصا في السباقات الأخيرة من الموسم الجاري الذي تبقت منه 5 سباقات. الشوط الأول تجري أحداثه على العادة للإنتاج المحلي للجياد المبتدئات بمسافة الانطلاق الواحدة وبحسابات دقيقة على 1200 متر مستقيم. الشوط الثاني سيكون أيضا لجياد الإنتاج المحلي بسباق التوازن بعد أن تشد من عزمها على مسافة 1000 متر مستقيم. كما هو الشوط الثالث دائما خاص بالعربية الأصيلة لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات والتي ستنطلق بمسافة حذرة تصحبها الإثارة على 1000 متر مستقيم. بينما الشوط الرابع يقام لسباق التوازن للجياد المستوردة التي بدورها ستمتع الحضور على مسافة 1600 متر لتعود المستوردة بسباق التوازن من خلال الشوط الخامس والتي ستسرق عيون متابعيها على مسافة 2200 متر.
ختام المتعة بالشوط السادس لجياد الدرجة الأولى والمستوردة أيضا، لكن هذه المرة على مسافة ساخنة وحاسمة 1200 متر مستقيم، تضرب الاسطبلات موعدا حاميا يوم الغد. فمهما كانت التحضيرات والاستعدادات، على مضمار راشد تكون دائما حاضرة المفاجآت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في تحليل سباق يوم الغد، السباق 21 على مضمار نادي راشد. يعني نشاهد يمكن من خلال الأشواط أبو فراس أن بعض الأسطبلات يمكن يعني سحبت أوراقها المهمة، الآن تدفع بالأوراق الأخرى البديلة لمواصلة عجلة السباقات. وكما نلاحظ أيضا من خلال الشوط الأول لو ندخل في غمار هذا السباق، يعني الأسماء الموجودة أيضا ليست بالقليلة طبعا، وعالم الفروسية وسباقات السرعة لا تخلو من المفاجآت أبدا. دوشامبي يأتي على قائمة الترشيحات كما نشاهد، وأعتقد يمكن هو اللي راح يخلصها. فعلا كلامك، أتفق مع كلامك. هذا السباق طبعا المسافة في 1200 متر للعمر 3 سنوات فقط لا غير، المستقيم نفس ما ذكرت وتفضل دوشامبي، يعني يمكن الفوز والضوء كله عليه. وأيضا لاحظ ساموفر أيضا حصان جيد، عنده ريس واحد أحرز على المركز الثالث ولكن غاب عن السباق فترة طويلة يمكن أكثر من شهرين ساموفر. وصعوب أيضا فرس عندها نتيجة متقدمة يمكن الثالث، وهذا السباق للمبتدئات فقط وعمر 3 سنوات فقط، يعني بس نسلط الضوء على دوشامبي. صحيح، الحصان دوشامبي أتوقع منه يمكن سامي سلوم، يعني المضمر سامي سلوم نفس ما تفضل جيمي كويني على دوشامبي، أعتقد يمكن الأمور واضحة. طبعا كل مضمر يتمنى جيمي كوين، طبعا الخيل اللي يحس المضمر يحس ان عندها شانس قوي وعندها طبعا ما يبغي يضيع عليها اي فرصه وما يبغي يضيع عليها، طبعا يختار لها الفارس المناسب طبعا. جميل، ما في كلام. جميل جدا. الشوط الثاني ابو فراس سباق توازن، واعتقد الاسماء الموجوده ايضا اسماء بطله، رياش، رياده مقصود، ستيفي جي ملزومه، لكن رياده كمرشح اول يعني قد تكون الامور في صالحها اكثر. اتوقع في هذا الشوط رياده هي السيف القاضي في هذا الشوط، رياده ما عندي منافس اليها في هذا الشوط، اتوقع ان تفوز يمكن بكل اريحيه وبكل سهوله، بس ما ندري عن الحصان الغامض مقصود ايضا حصان زين قد يقدم مستوى بجيمي كوين قد يقدم هذا السواق، بس رياده يعني لا غير رياده في هذا الشوط. لو في شيء غلب غير رياده تعتبر مفاجاه. صحيح. ولكن ما اتوقع يعني يمكن يشاهد ستيفي جي او ملزومه، خاصه يعني يمكن الاستفاده من عامل الوزن فعلا كونهم اقل وزن. ف والله كلامك بعد، يعني ستيفي جي رغم قله الوزن 53 كيلو ورياده 56 فرق 3 كيلو ونص يمكن تاثر، لكن ما اعتقد تاثر على رياده، الوزن كله حامله رياش 61 صحيح. كيلو صحيح. بس رياده اتوقع هي ما في غير. جميل. الشوط الثالث اعتقد هذا الشوط فضل. شوط جيمس نايلر. هذا الشوط جيمس نايلر. المضمر جيمس نايلر. هذا الشوط شوطه. سواء كان أي واحد من الخيل يغلب. يعني سواء كان بالنسبة لي ريادة. ريادة أو مقصود. أو شوط شوطة. يعني. شوطة. صاحب الخبرة إذا خلاص. أتفق معه. صحيح بعد هالنظرة ما. لا ليه نظرة. ما نعلق يعني أكيد. نحترم نظرة. صاحب الخبرة موجود. الشوط العربيات أبو فراس أعتقد الحمداني يعني يمكن بعبد الله فيصل. أتوقع قد يحسمها يعني أعطي 80% أنه يفوز هذا الشوط. وأيضا ملوشان رقم 3 بعد ليه تقريبا، بس الحمداني أكثر واحد في هذا الشوط، يعني للجياد العربية على كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد.
أتوقع الحمداني بالفارس عبد الله فيصل يحمل يوسف طاهر ماشي معه فقد يوسف تكون طاهر بطل للجياد العربية أكيد أكيد وعندنا بعد حتى سامي سلوم ترى بطل كان في الجياد العربية عنده كان فرس قوية للجياد العربية على ما يبدو لي اسمها الحمدانية وسابقة خارج البحرين وعلى ما أعتقد فازت بكؤوس برا البحرين في نادي ميدان على ما اعتقد نادي ابو ظبي عفوا نادي ابو ظبي لانه كانت حق يعني ما شاء الله بطل في الجياد العربيه لا سامي سلوم تاريخ في الخيل ما شاء الله ما شاء الله مخضرم مخضرم يا كنا في الامارات نعم وفرس يعني عربيه انتاج البحرين وقدرت تفوز على خيل مستورده فرنسيه فزنا بثلاثه كؤوس ما شاء الله كنت انا اللي اشرف عليها وكان وياها الحمداني والجلابي طبعا كانت فرس مميزه يعني لحد الان ما اعتقد ان حصان عربي طلع بمستواها ولا بيطلع بمستواها هذا تاريخ ترى يعني فرس الحمدانيه هذه اسطوره أيوة. اسطوره ما تتكرر فعلا يعني اسطوره ما تتكرر يعني الفرس اللي قدرت تنافس خيل فرنسيه وخيل امريكيه وفازت عليهم فازت عليهم يعني انا يوم اللي فزت ذاك اليوم بالشوط كان اعتقد ان المسافه 1200 متر كان الشيخ حمدان من راشد المكتوم والشيخ محمد بن راشد كانوا عندهم جياد والشيخ راشد رحمه الله عليه بن محمد الله يرحمه كانوا مشاركين بجياد يعني جياد كانت بعضها فايزه في بريطانيا وبعضها فايزه في فرنسا والحمدانيه قدرت بالفارس تاريكين الحين رايدر قدرت تفوز عليهم في هذا الشوط يعني شيء أبهرت الموجودين كلهم يعني حتى شيوخ الإمارات كلهم يعني أنا السؤال لك مضمر سامي سلم هل هبي كول باكر راح يبهر الحضور الشوط الرابع والله شوف بقول لك شيء هبي كول حصان في تطور جميل حصان طبعا في البداية أعتقد أن يعني احنا شوي ظلمناه او غلطنا عليه فكنا نراكضه في مسافات يعني ما كانت تناسبه صحيح اللي هي ال 1000 متر وال 1200 متر يعني باكر راح ينزل في سباق مفتوح نعم لما طلعناه على المسافات اللي ابعد من ال 2000 متر وصلنا ل 1400 متر قام يؤدي الحصان يؤدي واثبت وحصان عنده مستوى يعني حصان صحيح. حصان في التمارين واخر سباق يعني في المركز الثاني في المركز الثاني كان المركز يعني اخذ من عند الشوط كان الفارس استعجل على لانه هذا الحصان في 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 يعني نوعيه مثل ما تقول لما الفارس يركبه من يوصل عند السيده يطمع فيه يعني تشوف الخيل تندفع وهو مقبول صحيح في بعض الخيل تقدر مثلا 600 متر تواصل كيب جوينج كيب جوينج يسمونهم في بعض الخيل عنده كيك بس يوصل مثلا انت لازم تسوي بالانس الجوكي يسوي بالانس مثلا عنده كيك ل 400 متر هذا الحصان عنده ما عنده ازيد فاعتقد ان الفارس ذيك اليوم في 1400 متر لكن طلب منه من 600 متر جميل جدا هذا كل باكر من راح يركب عليه انا اشوفه من غير فارس لحد الان كان المفروض يركب الفارس اللي مططاه يوم جاء عليه الثاني بس طبعا انشغل ويا المضمر ماله وتغيرت الامور ولحد الان ما في جوكي ننطر على الى بكره ونشوف وش ربك يسويها يعني فلو سالتني مثلا عن حظوظه في الشوط حظوظه في الشوط من المنافس له خاصه انه هو في المرشح كثالث طبعا شوف دائما لما الخيل تركض كل حصان يركض له الى الى تشانس ولا حظ كل الخيل يعني المفاجآت واردة أكيد كل حصان يركض وكل مضمر يعني جهز حصانه جايب لنا على أساس أنه يكسب الشوط ما في مضمر يعني جايب لنا على أساس أنه أنا بجي ورع ولا بجي أنت تعرف فالمفاجآت واردة هابي كول 1400 متر أحرز على المركز الثاني خسر يمكن حوالي 1000 وطبعا الحصان اللي فاز عليه حصان طيب حصان يعني هل السيناريو باكر راح يتكرر المفروض لا بس انت لو بتلاحظ هابي كول زالت عليه 200 متر يعني 1400 متر بكره 1600 متر جميل يعني يعتاز حق فارس يحافظ شلون يحافظ على
يعني جيمي كوين قوته مثلاً؟ أو طاقته إلى جيمي كوين مشغول طبعاً يحافظ على طاقته إلى يوصله إلى الخط النهائي كفي الفيلم. جميل. الشوط الخامس أبو فراس برومونسي أيضاً سامي سلوم يعني راح يراهن عليه أنه يحقق المركز الأول أعتقد، لكن أسمع ترشيحاتك أبو فراس. والله ترشيحاتي بصراحة ليس منافقة إلى سامي سلوم ولازم أنافقه بعد شوي يعني إنزين. ما يحتاج مجرد برومونسي أرشحه صراحة هو الأول، يعني لو يقولون لي تختار أي جواد في هذين الجياد كلهم برومونسي، وأيضاً برومونسي مرشح الأول، هو المرشح الأول يعني صحيح. في هذا الشوط، وأتوقع أنه يفوز برومونسي بهذا الشوط، يعني الواحد خيل دي ما يدري عنها، يعني توقعنا في كاس جلالة الملك أنه يحرز مركز متقدم لكن جميل. ما حرز لعل وعسى، بس أتوقع المضمر سامي سلوم هاربر روك باكر راح يكون عليك خطير، ايش رأيك؟ وشوف أنا قلت لك دائما لما أركض الخيل أنا أحاسب لك كل حصان موجود في الشوط، ما أذكر حصان عن حصان، كل حصان المفروض أنت تحسب له يعني. جميل. الخيل كلها تركض إلى فوز، كلها داخلة تبي تفوز. حصاني طبعا 2200 متر مسافة جدا مناسبة له، يوم تطيب ريد دويل من خيرة الفرسان. صحيح. يبقى شيء واحد انه شايل التبوي 60 كيلو، اذا الحصان قدر يحمل هذا الوزن هالمسافه هذه ما اعتقد احد يقدر ينافسه في هالشوط. يا سلام. اذا الوزن اثر فيه شوي طبعا هذاك شيء ثاني ما نقدر نتكلم فيه، لان الوزن مهما يكون يعني هو يعني الان الفارق الوحيد الوزن مع هذا الجواد، مع هذا الجواد 60 كيلو، 60 كيلو انت تتكلم عن 60 كيلو طبعاً. 2200 متر طبعًا. انت ما تتكلم عن 60 كيلو يعني 1400 منهكه متر. منهكه 2000 اذا قدر يسيطر على وسمومبا، ولاحظ دائما هذا الحصان يعني انا اسميه يعني ايش تقدر تقول يعني انلكي او ايش تقدر تقول، دائما شوف بوابته صار 10 كله من برع فيضطر انه يطلع برع لين ما يحصل مكان ويدش داخل فهذه المسافه يعني اللي يقطعها الخيل لما تروح داخل هو يروح من برع. جميل. يعني طبعا بس انا اتوقع يعني اذا مهما يكون اذا قدر مثل ما قلت لك كل التوفيق لك راح يفوز مضمر سامي سلوم، وان شاء الله باكر نشوفك وانت فايز ان شاء الله في الشوط. ان شاء الله ابو فراس. الشوط السادس اعتقد شوط شبه مفتوح يعني شعلا. قد يكون المنافسه مفتوحه امانه، يعني جياد قويه، جياد نخبه، بلاد مون. هل تعتقد ابو فراس مشاركه بلاد مون فيها شوي مغامره، خاصه انه يعني جاي من سباق ومحقق مركز اول، كيف تشوف يعني بلاد مون عنده منافس عده منافسين قواي في هذا الشوط بيكونون خطيرين عليه، اتوقع شيبيارد بيكون خطير عليه، وايضا اتوقع من جود وود كروسيدر مزاراته كذلك ايضا صاحب ركضه طيبه ايوه بيكون خطير عليه، وكيرتن كول بعد لنفس المالك بعد هذه قوية، ولولا فينيسس بعد خطيرة، شوديزي يعني بيكون الشوط قوي نار، يعني هذا الشوط بيكون قوي، مسافة 1200 متر مستقيم يعني مسافة قصيرة، بيكون الأغلبية يعني في عدة شانسات لهم يعني لذكرتهم، وحتى بزراتو وأندرويد ومونجوي ليجندري لينج ايضا حصان جيد هذا في هذه المسافه القصيره، ولكن غاب عن المضمار تقريبا حدود شهر ونص تقريبا او شهرين. جميل. حصان جيد، الكل له تشانس في هذا الشوط، شوط نار بيكون. اذا احنا غدا على موعد ساخن، على صفيح ساخن، ان احنا نشوف هذه الجياد في مختلف الأشواط، وكذلك أيضا بالنسبة للشوط السادس قد نشاهد انقلابات يمكن يعني تكون الأمور مفتوحة على مصراعيها، لكن أتمنى التوفيق للجميع والتوفيق للمضمر سامي سلوم، وكل الشكر. كلمة أخيرة أقول تفضل. أعتقد في الشوط السادس اللي يبغي يفوز بهذا الشوط لازم يفوز على الفرس كيرتينكو. يا كلمة يا سلام نعتز فيها يعني هذه الفرس يعني هي الفرس اللي تعتبر الحكام بخبرة. يا سلام إذا تبي تغلب الشوط حاول تتغلب على هاي الفرس خبرة. يا سلام. وكلمتي عفوا اللي حاب أقولها يسعدني أن أنا أقعد في طاولة مع المدرب المخضرم سامي سلوم
مدربي واستاذي سامي سلم. انا وصلت النادي من لحقت عليه ابو فراس. ايوه وشفت نتائجه ونفسي شفت شيء، وكان خاطري اركب عنده خيل وركبت الحمد لله. يا سلام. يعني يا دعمني سلام. شوي هو ابو فراس. انت ما شاء الله عاصرت الجميع حقيقه يعني. عاصرت ما شاء الله ما شاء الله في بس اللي اقدم مني وافضل مني أكيد سامي سلم. اكيد لا شك. كلكم فيكم الخير والبركه وجميع من شرفنا في برنامج صهيل من الناس اللي حقيقه يعني نعتز فيهم ونفتخر فيهم وجهودهم واضحه وملموسه. الفارس السابق سامي هاشم كل الشكر لك. أحسن. فارسنا المميز في برنامج صهيل المضمر المخضرم وأحد الأسماء اللي حقيقة تعتبر على مستوى الخليج في تدريب الفروسية سامي سلم كل الشكر لك وكل التوفيق لك غدا في مشاركاتك في الشوط الرابع والخامس. أشكرك جزيل الشكر وأشكر تلفزيون البحرين لإتاحة الفرصة اللي أنا أتكلم عن بعض الأمور ومسامحة إذا يعني طلعنا عن شيء أو غلطنا في شيء. عزيز مضمرنا المخضرم. الله يسلم. إن شاء الله نشوفكم أكيد معنا إن شاء الله في حلقات أخرى. كل الشكر لكم يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. كونوا على استعداد دائما لسماع صدى الجياد غدا السباق 21. جولة أخرى وركضة أخرى أيضا قد نشاهدها غدا، وقد نشاهد أيضا المتعة حاضرة مع هذه الجياد التي دائما ما تفاجئنا بعدة مفاجآت. أسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء ففي أعرافها الأمل. دمتم برعاية الله. مع السلامة.